لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. المنبر العلي، المنبر العلي. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا من العبادات اللي كانت بجزيرة قبل مجيء الإسلام، كانوا يعبدون البشر وبعضهم يعبد الحيوانات، وحتى أصنامهم اللي صوروها أصنام بها الذكر وبها الأنثى مثل أشاف ونائلة، فكانت عبادتهم إما إلى أشخاص وإما إلى كائنات حيوانية أو كائنات نباتية. جن، وطبعا هم يشوفون أمام أعينهم أن الإنسان أو الحيوان يحتاج إلى التزاوج، يعني الحيوان بصنفين ذكر وأنثى، كذلك الإنسان بصنفين ذكر وأنثى، النبات، يعني هذا قانون الزوجية العامة هم أدركوه بالفطرة بدون أن يدركون تفاصيله. يعني قانون الزوجية العامة، طبعا احنا نعرف أن القانون بتفاصيله الدقيقة ما تنبه للعلم إلا مؤخرا، بس احنا عندما نقرأ القرآن الكريم نلقاه يضع لنا هالمعلومة هاي، يضخها سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. متصور مرونة القاعدة اللي يضعها القرآن الكريم المفتوحة تماما بحيث تستوعب كل اكتشاف بالمستقبل. في مسألة هذا أدركوه العرب بالفطرة، شافوه، فلما أدركوا بأن المعبودات ذكر وأنثى إش أرادوا قاشوها على أنفسهم مثل ما هم يحتاجون إلى الشريك الثاني. تصوروا أن الله عز وجل هكذا يحتاج، نعم، إلى الشريك، أي إحنا نسميها بلغتنا المعاصرة نسميها إشقاط، يعني يقول أسقط ما في نفسه على الموجودات الخارجية، أو علماء الاجتماع يعبرون عنها انترسبكشن، استبطان ذاتي. ومعنى استبطان ذاتي يعني يستبطن ما في نفسه ما في داخله ويطبقه على الآخرين. يعني خلي أقرب لك المعنى، يعني الآن أنا لو أشوف لي طفل وفرض شوية يأذي شعبت، أحاول أنا أضربه أمتنع، أقول هذا لو ابني أنا أرضى واحد يضربه؟ طبعا ما أرضى، يعني إذا واحد يضربه فأخلع ما في نفسي على هذا، أقول هذا ما أضربه، مثل ما أنا ما أريد واحد يعتدي على طفلي أو يضرب طفلي كذلك ما أحب أنا أضربه. هذا هو معنى الاستبطان. هذول ما في نفوسهم يخلعوه على من؟ على معبودهم، على الأشياء الأخرى. فمن بعد هالمقدمة خلي نرجع إلى مضمون الآية نشوف شنو معنى.
الآية تقول وجعلوا بينه وبين الجن نسبا. زين، منو شنو المقصود بهذا المعنى؟ هنا أكو ثلاثة آراء. الرأي الأول أن هذول كانوا يقولون أن إبليس اشترك مع الله عز وجل في خلق العالم، فهو أخ لله. هذا كلام الزنادقة. شلون؟ قالوا أن المخلوقات صنفين، أكو صنف بيها مميز، تلقى إنسان مثلا خلق مميز، جميل الصورة، جميل الشكل، طويل بدن، قسم لا والله وجه اعتيادي، ضعيف. زين، قسم بشر، قسم حيوان. الحيوان أكو بي نوع من نمط الطاووس وبي نوع من نمط القرد مثلا. زين، في تنويع أكو بالخلق. الخلق مو كله على وتيرة واحدة، الخلق أكو بي جميل وبي قبيح. يقولون الأشياء الجميلة والأشياء المميزة هاي من خلق الله، والأشياء الأخرى نعم هاي من خلق الشيطان، نبه، من خلق إبليس لأنه هو شريك. يعني تأمل أكو التقاء هاي النظرية، ويا من تلتقي النظرية مع نظرية المجوس بأن العالم حكم اثنان، يزدان وأهرمن، واحد إله الخير واحد إله الشر، واحد إله الظلام واحد إله النور. فإذا تلقى واحد وجهه مشرق وجميل وأنيق هذا من خلق الله، وإذا واحد لا هذا من خلق الجن. هسه احنا بغير عزم عزاين انه بهاي النظرية تجي لنا شمالها بعد. احنا الان بعض النظريات ملازمتنا بأن واحد ينتمي إلى حام وواحد ينتمي إلى شام، وواحد واللي ينتمي إلى حام شكل غير شكل. هاي كلها نظريات ما تصمد أمام الناقد وأمام العلم، وطبعا كلها جاية من الفراغ، هاي شيء بلا معنى بلا طعمة. جملة من النظريات هاي جاية من الفراغ وما تستند إلى قاعدة ولا ترتكز على علم أبدا. بس هذول جعلوا بين الله عز وجل وبين الشيطان نسب، ويتصورون باعتبار الشيطان من الجن، فجعلوا بينه وبين الله نسب. يعني هاي النظرية الأولى تذهب إلى هذا المعنى، عند المفسرين يقولون هذا معناه أن الزنادقة كانوا يرون أن هناك في العالم إلهين، أحدهما للخير وآخر للشر، واحد للجمال وواحد للقبح، واحد للظلمة واحد للنور. طيب، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، لا، أن جعلوا بينه وبين الجن نسبا، قالوا هذا يشير إلى نظرية العرب بأن الملائكة بنات الله. وإحنا عندنا هالمعنى، هذا القرآن الكريم تناوله بالنقد وتناولهم، ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قشمة ضيجة. يخاطبهم يقولهم أنتوا إذا واحد من عندكم تجي ليه بنت وجهها يتغير أو ضاعت تتغير يزعل، وإذا إجا لا ولد بالعكس يفرح. أنتوا لما تجي بنت تنسبوها لله، الملائكة بنات الله، والذكر تنسبوا لأنفسكم، معنى ذلك أنكم أكملوا حالا من الله، ولذلك لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. فهذا اللي دائما القرآن الكريم نقدهم به، المعنى اللي نقدهم به القرآن الكريم وبخهم عليه، هذول كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله. زين، والملائكة يش يعتبروهم؟ مستجنين عن الأنظار، يعني ما ينشافون، وكل مستجن يسمى جن. نبه، المستجن يعني المستتر، يعبرون عنه جن. و المشكلة أن ترجع إلى تاريخنا تلقى أكو بيه فد نمط من الأيديولوجي. تاريخنا تاريخ طبعا أكو بيه محاولات، هاي المحاولات شنو؟ محاولات إظهار غير الواقع،
وتعليق علما على عاتق شيء غير منظور. شوي خلي أقرب لك المعنى. يعني مثلا أنا واحد أفرض أريد أداوي، ما أقدر على أن أداوي، ما أعرف مرضه، فش أقول؟ أقول هذا مرضه جن، هذا داخل بي جني هذا، ها؟ وما يطيب إلا نطلع هالجني. شلون يطلع الجني هذا؟ يطلع إذا يعطون فلوس لهذا الدجال، ها؟ يطلع على الجني، فهمت؟ أو شكل من الأشكال من النوع. يعني أتأمل أن نجي نعلق بعض المشاكل على أشياء غير منظورة، حتى بالحقل السياسي، بالحقل الاجتماعي موجود هذا المعنى. وإلا الله رحمه سعد ابن عبادة، سعد ابن عبادة أبو قيس ابن سعد، امتنع عن مبايعة الخليفة الأول وراح، طبعا تهجر راح للشام لهناك، وطلع سياسيا يعني، فبعد أيام قتل وطلع شعر بالساحة، شنو؟ قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين وقد شكى فؤاده. قالوا هذا شعر الجن، جن قتلوه، ها؟ قتلوه الجن بالليل، وبنفس الوقت نشوه هالوضع هذا إلى الجن. يوقف واحد من الأدباء من شعرائنا، ها؟ شوية وقفة ساخرة، يقول: يقولون سعدا شكت الجن قلبه، ألا ربما صححت دينك بالغدر. وما ذنب سعد هو؟ ليش يقولون؟ يقولون ليه يعني ليش قتلت الجن؟ يقولون قتلت الجن لأن لقوه الجن واقف ويبول هو واقف. إذا كل واحد يبول هو واقف قتل الجن نستريح، نخلص من العالم. أي يقولون سعدا شكت الجن قلبه، ألا ربما صححت دينك بالغدر. وما ذنب سعد أنه بال قائما، ولكن سعدا لم يبايع أبا بكر. لقد سكتت أو عن لذة العيش أنفس، وما سكتت عن لذة النهي والأمر. قال له شوي يصير صريح، خليك صريح، ماكو داعي للف والدوران، ها؟ معارضا قتل. المهم في احنا دائما نعلق، حتى عندنا تاريخنا تروح بعيد، احنا عندنا نقول ان في ايام المتوكل كانوا ذول الجماعة اللي يجون يردون يحاولون قبر الحسين ترميهم الجن. لا لا الجن ولا الشيعة كانوا يرموهم، ها؟ يعني كانوا يشوفهم ذول يردون يخربون قبر سيد الشهداء، صدوا لهم كانوا يرموهم. فقصدي اكو عندنا هالمحاولات، هاي ضمن تاريخنا، بأن نعلق بعض ما عندنا على قوى غير منظورة ما يعنينا هذا. خلينا نرجع للموضوع. فذول يقولون أن الملائكة استترت عن الأعين، وكل مستتر عن الأعين هو جن مستجن، باعتبار الملائكة بنات الله، إذن أكون شب بين الملائكة، بين الجن وبين الله، لأن مثل ما قلت لك أن الجن هو أعم من أن يكون جنس خاص، لا، ومأخوذ منه بمعنى الاشتقاق، الاستجنان، يعني الاستتار عن الأعين، مين شاف؟ أي يعبر عنه جن. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا، الرأي الثالث أن كنانة وخزاعة هذول من قبائل العرب كانوا يعتقدون أن الله عز وجل خطب إلى الجن، إلى شراتهم. شرات يعني البيوت المحترمة، هذا فلان شري يعني ينتمي إلى بيت محترم، إلى بيت ضخم. البيوت الشرية المحترمة بالجن يقولون الله عز وجل خطب منهم فزوجوه، في بناته وأولاده إجوا منين؟ من ذن اللي يتزوجهن؟ من بنات الجن. فلذلك قال جعلوا بينه وبين الجن نسبا. الحقيقة هالموضوع موضوع أن الجن يمكن أن يتزاوجون مع البشر أو يمكن أن ما يتزاوجون، إذا مع البشر يمكن، إذا مع الله يمكن يتزاوجون، فكيف مع البشر؟ فإذا شفت فتوى أن الجن يتزاوجون مع البشر، طبعا فتوى يعني غير معتبرة، ما تصمد أمام النقد ولا سبيل إلى قبولها، لا
لأن الله عز وجل يقول جعل لهم من جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يعني من نوعكم من جنسكم. الإنسان يتزوج مع أبناء جنسه، والحمد لله إحنا ما عندنا عوز حتى نطارد على الجن، عندنا بنات ما شاء الله هواية. ها ويا ريت نسوي لنا مشاريع للزواج، يا ريت نحل هالمشكلة فرد حل مشرف آدمي. ها يا ريت وجوه الخير تتوجه إلى مشاريع إلى تشجيع الزواج، إيجاد مثلا بيوت أفرض أو مساعدة للمتزوجين، نحاول قدر الإمكان نوفر له بيت أو نوفر له وسيلة تعيش ونشتر هالعوائل. نحاول يعني يكون عندنا تفكير شامل بأن بنت فلان هي مثل بنتي وبنت فلان هي مثل بنت، مثل ما أحب أنا الله عز وجل يستر عرضي أشتهي أن الله يستر عرض الآخرين، ويجب أن أعمل على هذا. إذا عدنا نبض إنساني، ها من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. تتصور إذا عائلة شترت وقدرنا نوفر لها بيت مثلا ونوفر لها زيجة صالحة، شكون لها قيمة هذه عند الله عز وجل؟ هي إعانة على التقوى، إعانة على البر، إعانة على الصلاح. أعود للموضوع، إذن هذه النظرية ما نقدر نقبلها بحال من الأحوال، بأن طبعا النظرية خرافية هاي أن الله عز وجل خطب إلى كذا، هذول فراغ أقعدهم عقائدي وفراغ علمي فيجون يستنبطون هالنظريات هاي. زين، هذا المقطع الأول. ثم تقول الآية الكريمة ولقد علمت الجنة أنهم لم يحضرون. زين، شنو يعني أنهم؟ والله تنبه لي لهذا المقطع، هذا المقطع به لمسة نفسية مثل ما يقولون. شلون يعني؟ يقول هذول لو كانوا الجن أنشباء الله لكان لهم تميز بالمعاملة، كان الله عز وجل على قاعدتكم ميزهم بالمعاملة، لأن تعدكم بالدنيا الأنشباء مميزين. إذا واحد عند نشيب يحترم النشيب، يميزه، يراعي مصلحته، يسوي له أشياء ما يسويها لغيره. ها يعني هاي يقولوا يريد ينبهنا القرآن إلى أنه على قواعدكم أنتم لو كان ذولا أنشباء لكان لهم معاملة خاصة، لكن ذولا محضرون باشر يجيبوهم يحاسبوهم يناقشوهم مثل باقي الناس، ما لهم ميزة أبدا، راح يحضرون بين يدي الله للحساب. لو كان هؤلاء مثل ما تقولون أنشباء لله لكان لهم نمط مميز بالمعاملة، يعني كما هو عندنا. إحنا شلون عدنا هالنمط فعلا؟ يعني الآن أضرب لك بعض الأمثلة التاريخية. مثلا من الأمثلة التاريخية، مروان بن الحكم كان متزوج بنت الخليفة الثالث. زين، مروان عندما تزوج أخذ امتيازات أو غرت صدور المسلمين، أخذ نمط من الامتيازات ما تحملها المجتمع الإسلامي، الصحابة ما تحملوها أبدا، لأن مروان أولا هو وأبوه دول طريدين، رسول الله طردهم، طريد رسول الله. مروان خلق ألف مشكلة للمسلمين، هذا يتميز على ياشتناد، يأخذ مثلا ينبنى إلى بيت، بنوا لبيت بالبقيع كلف بيت المال 50,000 دينار. تعرف 50,000 دينار كانت شنو يعني؟ 50,000 دينار كانت ميزانية الدولة، ميزانية الدولة 50,000 دينار من الذهب كانت ميزانية ضخمة. هذا ينبنى إلى بيت يكلف هذا المبلغ، وبعد جابوا خمس إفريقية، خمس إفريقية طلع رأسا من بيت المال راح إلى بيت مروان. ها؟ مو وقف هذا الشاعر ابن حنبل يخاطب الخليفة الثالث يقول له أقسم بالله رب العباد ما خلق الله شيئا شدا، ولكن خلقت لنا فتنة لكي نبتلي بك أو نبتلى، إلى أن يقول له وأعطيت مروان خمس العباد ظلما لهم ورعيت الحمى أو منعت الحمى. جه فهذا اللون من التميز بالمعاملة أوجد مشكلة كبيرة، ومع العلم الناس عارفين هم على تماش بوضعية مروان، يعرفون مروان جاي يلعب شي شعبة
هو كان يدير الوضع كله، كان يديره. يعني كان يأخذ خاتم الخلافة يكتب الرسالة ويوقع الخاتم بدون علم الخليفة، مثل ما صار مع المصريين. المصريين يجا وفد من عندهم يفاوض الخليفة الثالث وقالوا له أكو انحرافات يصير صريحة، وهاي الانحرافات ما تلتقي لا مع ديننا ولا مع قواعدنا ولا مع شرعنا، صححها. تعدك ويا أشياء يصير في وعدهم خير وقالهم ترجعون إلى بلادكم وكل شيء راح يترتب. من طلعوا لجموا واحد بالطريق شايل رسالة، الرسالة إذا جاءك فلان وفلان إلى الوالي بمصر، إذا رجع فلان وفلان إليك اضرب أعناقهم اقتلهم. لجموها للرسالة ورجعوا للمدينة. قالوا له شنو هاي الرسالة؟ قال ما أدري بها أنا هاي الرسالة، بحثوا عنها لقوها مروان كاتبها وموقعها. ها؟ فهذا مسوي من هالنوع أشياء، والمسلمين يعرفون أن هذا شو مسوي وش إلى موقف. يعني موقف أبوه كان يعني يحاكي، وأهل أسرته كلهم إلهم موقف من النبي صلى الله عليه وآله، موقف غير مشرف، ولذلك لعنهم النبي. ولما صارت أكو مشادة بين مروان وبين عائشة زوج النبي، وسبب المشادة شنو؟ على حساب أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر، لأن في اليوم قال لمروان أنت الذي قال الله فيك والذي قال لوالديه أف لكما. قالت عائشة لا، مو هذا الذي قال الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما، وأنا أشهد أن رسول الله لعنك وأنت في صلب أبيك. تخاطب مروان، فمشادة كانت حادة ما بيناتهم، مشادة جدا حادة. وهذا الرجل إلى مواقف سلبية كثيرة، بس أقول لك لأن صهر نسب أخذ هالمكانة هذا. هاي واحدة. ثانيا مما يستدل من عنده تاريخيا على هالمعنى، زوجة المأمون بوران بنت الحسن ابن سهل. حسن ابن سهل كان وزير المأمون، كانت عنده بنتها هاي بوران، معروفة بالجمال ومعروفة بالثقافة. تزوجها المأمون، من تزوجها سوالها اجى الى الغرفة، غرفة الدخول. اولا خصص الها قصر ضخم، واجوا الى غرفة الدخول اخذوا ابعادها العرض والطول، شكثر شكم متر مربع، نسجوا عليها حصير من الذهب، هذا المربع بقد الغرفة. وراحوا إلى أمهات المدن الإسلامية، وين ما أكو حبة لؤلؤ كبيرة أو حجر كريم كبير جمعوه إلى أن سووه شلال. ودخل المأمون وقف على حصير الذهب وألقيت الشلال، شلال الأحجار الكريمة على رأسه، أخذت تتساقط على الحصير. حتى هو تصور شنو، تذكر أكو قصيدة للحسن ابن سهل أبي نواس يوصف الخمر كأن صغرى وكبرى من فواقعها حصباء در على أرض من الذهب، حصو من الدر على أرض من الذهب، فقال هذه أرض من الذهب وهذا حصو من الدر عليها، كأنه كان واقفا معنا. وطلع من بعد ما طلع من غرفة الدخول أبو البنت واقف بمدخل البيت، قال له حاجتك شنو، عندك شيء أقضي لك إياه؟ قال له والله أنا ما عندي حاجة أبدا، أنا حاجتي أن تحفظ لي قلبك من السرقة بس، لأنه صاحب السلطان كراكب الأسد، أنا ما أدري أشاع تقلب علي، أريد تحفظ لي قلبك لألا يسرق واحد من النمامين يجي يطي عني أخبار كاذبة وأروح ضحية أنا، هاي اللي أريده، ما أريد منك أي شيء. قال له لا، أنت إلك خمس إفريقية نفسك. نعم، دفع له خمس هالأموال، هالأموال الطائلة دفعها إليه، وهالبذخ اللي كمل، يوصفون المؤرخين حفلة العرس اللي صارت كيف هي، وهذا لأن صهر الحسن ابن سهل اطاع ميزات عجيبة غريبة، واطاع مكان محترمة، واطاع أشياء وأشياء. ليش؟ لأن نشيبة مو أكثر.
زين خلي نشوف مقابل هاي الصورة اللي عليها ستار من الإسلام والحال الإسلام يأباها. خلي نشوف الصورة الإسلامية شنو. الصورة الإسلامية يقول السيد ابن طاووس كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في بستان الله، كان عنده ولع يشتري الأرض يحييها يستنبط لها عين من الماء ويشجرها بالنخيل وبالشجر إلى أن تستوي تكون حديقة، يبيعها يشتري بهم عبيد يعتقهم لوجه الله، حتى أعتق من كد يده 1000 مملوك. في الإمام سلام الله عليه بالبستان يتركل على مشحات له ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ تحشرون لا تخفى منكم خافية ودموعه جارية، وهو يتركل على مشحاته. دخل عليه الخليفتان عمر وأبو بكر سلم ثم قال يا علي ما يمنعك من ذكر فاطمة؟ ليش احنا رحنا الى النبي اخطبنا من عنده ما اعطانا النبي والمرة الاخيرة حتى راح لي عبد الرحمن بن عوف راحوا لي جماعة، صار اذا واحد يجي يخطب فاطمة يدير النبي وجهه عنه ويقول اذا واحد من عندكم خطب فاطمة اشكوه الى الله، فانت ما يمنعك من ذكر فاطمة ليش ما تجي تخطبها؟ قالوا والله تمنعني من ذلك قلة ذات اليد، يعني انا اعرف ان اللي يريد يتزوج الزواج إلى تكاليف، ما عندي أنا هاي الأموال اللي تدخل إلي ما تبقى عندي تروح أوزعها. فعلا فعلا هكذا ما كان يظل عنده شيء. فقالهم أنا يمنعني عن ذلك قلة ذات اليد. قالوا له إنك تعلم أن الدنيا لا تساوي عند الله ورسوله جناح بعوضة. صحيح أنا أعرف هذا مو غايب عني، لكن خو أكو تكاليف حتى التكاليف البسيطة اللي ما موجودة عندي. قال ولا لا عليك يلا احنا نحب هالمعنى أنا الذكرى انت للنبي. اذا احببتما وضع رداءه على ظهره غسل يديه واقبل يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وآله لما صرت امامه بعد رجلاي لا تحملني تخاذلت قدماي من الحياء جلست بين يديه وبدأت قمت أذكر له مواقفي في سبيل الله جهادي في الإسلام دفاعي عن حمى المسلمين قمت أذكر هالأمور. قال لي يا علي إنك في نظري أكبر من ذلك، ارفع رأسك شيل رأسك ش عندك أنت اللي جاي بي شنو شيء اللي جاي بي احكي. قلت يا رسول الله الحياء يمنعني. قال لعلك جئت خاطبا فاطمة. لأي والله يا رسول الله بس أنا ما أستطيع أن أعبر عن مرادي هذا خجلا من. قال لي الله أكبر الآن طلع من عندي جبرائيل خارج الآن قبل لحظات وقد أمرني أن أزوج النور من النور. قلت لمن ممن؟ قال زوج عليا من فاطمة. أنا زوجتك ابنتي يا علي. ثم طبعا هذا احنا ايش نسميه بلغة الفقهاء نسميه تفويض البضع، يعني زواج بدون ان يذكر المهر، لان المهر مو ضروري ينذكر في مركن حتى ينذكر في صلب العقد يقدر بعد ذلك ينصرف الى مهر امثالها. فقال زوجتك ابنتي فاطمة. ثم قال يا علي ما عندك شنو الشيء اللي يمكن ان تسوق لأهلك؟ قلت الله ورسوله بحالي اعلم، أنا حاليا نقد ما عندي، عندي الناضح هذا البعير أشقي عليه للبستان. أنا سبق أنا قلت لك أكثر من مرة أن العرب تسمي البعير بأسماء مختلفة تبعا للحالات التي هو عليها، يعني إذا يشتغل بالبستان يسموه ناضح، إذا يودوه مثلا إلى الكعبة يسموه بدنة هدي، إذا كان هدي عبروا عنا بدنة، إذا مثلا ركبوا يسموا راحلة، على العموم إلى أسماء متنوعة تبعا للحالات. قلت لي يا رسول الله أنا عندي الناضح. الناضح وهذا الناضح عادة يكون عند الفلاحين، نبه فلاح أكو عنده ناضح يصير عنده بالبستان. ولذلك أتخطر معاوية لما إجا إلى الحج
اجى الى الحج. طبعا الوالي طلع الناس كلهم طلعوا استقبلوا الخليفة، طلعهم والشكل وموجود سبحان الله هذا الأسلوب إلى الآن، ومع ذلك سموه ديمقراطية لهالشهر. فها طلعهم للناس على أن يستقبلون معاوية، وإجا الأمر انتهى الأمر إلى قيس ابن سعد، قال للقيس قالوا له اطلع استقبل معاوية، قالوا أنا ما أطلع، قالوا له لا أنت إذا ما طلعت راح تسبب لنا مشكلة، هذا يفقدك أنت مو واحد ما توقع عليه العين، لا راح تسبب لنا مشكلة تنعكس علينا على أوضاعنا العامة، هذا ما عنده مانع يعاقبنا عقاب جماعي، أجبره. طلع قيس، لما طلع استقبل معاوية، عمرو بن العاص يما واقف يم معاوية، وقيس إجا شاف واحدة قال له يا أبا سعد ما لي لا أرى الأنصار، شو الأنصار مو طالعين ليش ما طالعين لاستقبالي؟ قال له ما عندهم رواحل يركبونها، المسافة بين الجرف وبين المدينة بعيدة وما عندهم رواحل يركبوها حتى يستقبلوك. التفت له قيل له أين ذهبت نواضحكم، نبه للتعبير، نواضحكم هاي بعرانكم مال البساتين يعني انتم فلاحين، ها وين وديتوها وين راحت، اين ذهبت نواضحكم؟ قال افنيناها يوم بدر يوم ضربناك واباك على الاسلام حتى ادخلناك فيه كرها. هذول فد نيمونة والله رائعة يعني، هو يعني نيمونة بها عنفوان، مو تلقى بها بها بصمات علي بن أبي طالب، شايف بها سماتها. قال له أفنيناها يوم بدر يوم ضربناك وأباك على الإسلام حتى أدخلناك فيه كرها. معاوية أراد أن يجاوب، سحب عمرو بن عاص رداءه قال له على رسلك، إذا تجاوب بوحدة جاوبك بأربعة، ما تعرف هذا أسكت، وفعلا سكت. فموضع الشاهد الناضح هو البعير اللي يشتغل بالبستان. الإمام سلام الله عليه يقول للنبي يا رسول الله أنا الله ورسوله بحالي أعلم، أنا ما عندي غير الناضح وعندي الدرع وعندي السيف، كل ما عندي هذا الشيء اللي عندي ببيتي هذا، وهي أرجع بالليل ينام لا على قطعة أفرض أو على جلد كبش من هذا النوع في بيته. هو قوتر يعني علي بن أبي طالب أخذ هالمكانة بالنفوس، مو قوتر لا والله، عندما تلمس هذا الرجل عند لحظات يعبر بها عن سيرته الذاتية يهزك من أعماقك. أما والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، وحتى قال لي قائل ألا تنبذها عنك، فقلت اعجب عني فعند الصباح يحمد القوم الشرى، ما لعلي ولذة لا تبقى وملك يبلى. سيدي لئن كنت لا تملك إلا المدرع المرقع لقد كشاك الدهر حمدا وثناء لا ينقطع إلى أن تقوم الساعة، إذا الملأ الأعلى تحدر بالثناء عليك فما شأني وشأن ثنائي. المهم يقول قلت يا رسول الله الله ورسوله بحالي أعلم، قال لي بلى أنا أعلم، اذهب فقد زوجتك ابنتي فاطمة بالدرع. يطلب من عند رسول الله صلى الله عليه إبدال ما يطي الميزات اللي مرت علينا الآن، شلون يطون ميزات للأنشباء، رسول الله لا يطالب بالمهر، يقول له زوجتك بالدرع، ويروح الإمام علي يبيع الدرع ب480 درهم ويأتي بها. يقول شكبتها بين يدي النبي له وسألني عن عددها، ولا أنا أخبرته بالعدد، أخذ قبضة بكلتا يديه دفعها إلى بلال، قال ابتع بها لابنتي طيبا، ابتع بها لابنتي طيب، وقبض قبضات دفعها إلى أبي بكر، قال له اذهب اشتري، هو وعمار وجماعة من الصحابة اذهبوا اشتروا لابنتي أثاث البيت وما يصلحها. أجوا اشتروا لها، شنو اللي اشتروا؟
اشتروا قميص ب4 دراهم وخمار ب4 دراهم وشرير مجمل بشرائط النخل وحصير وقعب للبن وفخار للماء وآنية نحاشية. كل ما نقلوه إلى بيت فاطمة هذا ووضعوه بين يدي النبي، أخذ النبي يقلبه يقول: بأبي وأمي قوم جل إنائهم الخجف، بأبي وأمي قوم جل إنائهم الخجف. وفعلا هذا المهر اللي شاق النبي إلى فاطمة، والحال كان بيشعى أن يشوق لها مهر من أضخم المهور لأن الدنيا بين يديه آنذاك. بس المهم أن هذا النشيب، هاي الصورة الإسلامية. بينما النشب عند هؤلاء مدعاة لأن يغرق عليهم من بيت المال ما يريدون. هذا هاي اللمحة اللي أرادها القرآن، قلت لك لمحة نفسية أرادها القرآن، أراد يقول لهم: ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون. هذول لو كانوا أنشباء كان على نمطكم أنتم شلون تتعاملون النشيب، تطوا ميجات، كان ذولا أخذوا ميجات، لكن هذا رأيكم رأي باطل. زين. ثم قال تعالى الله أو سبحان الله عما يصفون. شنو معنى هنا سبحان الله عما يصفون؟ يعني يقولون أنتوا اللي في نفوسكم لا تشقطوا على الآخرين، لا تتصورون أن الله عز وجل هو من شنخكم يحتاج إلى الشريكة. لا، ما يحتاج إلى الشريكة، أنتوا تحتاجون إلى الشريكة، لكن الله عز وجل فرد صمد لم يلد ولم يكن له صاحبة ولا ولدا. يعني بعكس ما أنتم عليه. طبعا الإنسان بمشيش الحاجة إلى شريكة الحياة، شريكة الحياة ما يقدر يستغني عنها الإنسان. الله عز وجل جعل المرأة سكنا للرجل والرجل غطاء وسترا لمن؟ للمرأة. الرجل في الواقع غطاء وستر للمرأة، والمرأة بالنسبة له سكن. المرأة بالنسبة له سكن لا يستغني عنها. ولذلك نلاحظ أن الإسلام ذلل العقبات كلها، وين؟ حتى لا تحول بين لا تكون حائل عن هذا الشكن اللي أراده الله عز وجل للإنسان. فإجى إلى أهم عقبة وهي المهر. المهر أصلا ما اعتبر في واقع الأمر إلا نحلة عطية للمرأة لتطيب قلبها، وإلا مو ثمن. أنا أستغرب من عبارة بعض الفقهاء اللي يقول أن المهر ثمن للبضع. لا، يعني ما، لا العفو، ما أريد أن على كل حال آراء فقهائنا آراء محترمة وهؤلاء قادة فكرنا، لكن روح الإسلام شفافة أكثر من هذا. مو ثمن للبضع، لا لا لا، لأن ما تعطيه المرأة من العطف والحنان ما إلى ثمن بالنقد، وما يعطيه الرجل أيضا ما إلى ثمن بالنقد. العلاقة اللي يريدها الإسلام مو علاقة مادية غليظة بها بداوة، لا لا، علاقة تقوم على الروح. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله: النساء شقائق الرجال. ومعنى شقائق يعني شلون أنت الآن تشعر بأن الشقيق الأخ يلتاط معك في روحك، هذه شقيقة الرجل. يعني أكو شركة تقوم على معالجة مشاكل الحياة، هموم الحياة، آلام الحياة على السراء والضراء. في المهر الواقع ما يكون ثمن للبضع، لا، مجرد نحلة لقضاء أو لإنجاز ما يحتاجه الإنسان من حاجات تتوقف عليها أمور معاشه، هذه هي. وإلا المهر ما كان يوم من الأيام غاية عند الإسلام، المهر ما يكون غاية، ولا هالشكليات اللي جينا نتبعها وتخلق لنا مشاكل بالحياة. هذه الأعراف
اللي عندنا لازم تكون مثلا حفلات في أمكنة معينة، طعام في مكان معين، بذخ نفقات لا موجب لها، هاي كلها دائما تعقدها للحياة، تضع عقبات بين الرجل والمرأة وعقبات يمكن تخطيها. وحقك هذه عقبات ما يمكن من اليوم في يوم من الأيام أن تخلق سعادة، لا لا أبدا. لا تتصور أن هاي الحفلة الضخمة اللي تصير في مكان أو الأموال أو الأثاث الضخم يقدر يخلق سعادة إذا النفس ماكو في داخلها سعادة. نبه لي، قد تلقى كوخ من الأكواخ إذا دخلت إليه تلقاه يطفح بالسعادة، وقد تلقى قصر بما فيه من ضخامة هو مقبرة، ما بي شيء من السعادة أبدا. لا لا، السعادة مو موقوفة على المهر الضخم ولا موقوفة على الشكليات اللي نتبعها. فالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول من بعد ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله 480 وزع قسم من عدها لهالأثاث وقسم من عدها للطيب، لأن النساء كما عبر عنها الرسول شقائق الرجال. ولهذا الإنسان الواقع إذا فقد شقه، أنت لا تعتقد أن المرأة الصالحة يعدلها شيء. واحد من الصحابة طبع على النبي صلى الله عليه وآله، جاي يسأل النبي عن من؟ عن الكنز الذين يكنزون الذهب والفضة. يريد يقول له يا رسول الله ما هو الكنز؟ لفت للنبي قال له دخلي عنك هالسؤال، تحب أدليك على كنز لا ينفد؟ قال له شنو يا رسول الله؟ قال له أعظم كنز المرأة الصالحة التي إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك. نعم، قال له هاي كنز لا يعدلها كنز. فعلا فعلا لا يعدلها كنز. الحياة تحتاج إلى ما يحرك نبض الإنسان في الواقع، وما يحرك أكثر من الحب وتبادل المودة والعطف. يعني ما يحصل عليه الإنسان من سعادة نتيجة اقتران بيش؟ اقتران بامرأة تحقق له السعادة. هاي كنز لا يعدله كنز أبدا. يقول له ذاك كنز تافه بالقياس إلى هذا الكنز. هذا الكنز هو الأساس. مو واحد من الأدباء يرثي هاي شقيقة روحه كما يعبر عنها، يقولها شقيقة روحي كيف يغمرك الثرى وشخصك في أعماق روحي يرسم، مشيت معي والعيش بؤس وكلحة ووجه الليالي عابس متجهم، فلما استراش الفرخ وامتد عوده وراح القبيح الجدب وانزاح علقم، ضحكت وفي الحالين كنت رضية وتغرك بالشكران لله مفعم. فالواقع هي تسير مع الإنسان في مسيرة حياته على السراء والضراء، إذا كانت الأمور ماشية كما رسم الله عز وجل لنا من القواعد. من أول أمر يختارها ثم يعاملها كما أراد الله. مش يقول النبي، يقول المؤمن لا يفرك زوجته إن رضي منها خلقا، إن سقط منها خلقا رضي بآخر. شوف المعنى، يفرك يعني يكره، لأن العرب يسمون النساء يقسموهن قسمين، إما فروك وإما عروب. المرأة العروب المتوددة لزوجها المقبلة عليه، والفروك المعرضة يعني اللي علاقاتها دائما سيئة مع زوجها. النبي يقول المؤمن لا يفرك زوجته، ما يبغضها. ليش؟ لأن عنده إيمان يمنعها يعاملها حتى لو كرهها. إذا سخط منها بخلق، إذا عدها حالة ما تعجبه، لابد عدها حالة أخرى تعجبه ويقدر يعاملها كما رسم الله عز وجل. بعد أن صارت هالعلاقة، خصوص إذا أثمرت العلاقة وطلع طفل،
هذا الطفل لا يروح ضحية الشقاق بين الزوجين. ها؟ ينبغي أن يراعى، هذا إلى حق على الأبوين، لا يكون يضيعون حقه، لازم يرعوه أشد الرعاية، لا يصير خلاف من عندهم ما أمامه، وخصوصا إذا الأبوين تشاجروا قدام الطفل يندمر اندمار نفسيا يندمر. نعم، ثبت الآن بالإحصاءات أن البيوت المحطومة تجي منين؟ تجي من الشجار ما بين الأبوين، يتنازعون الأبوين والضحية يكونون الأطفال. في هالجانب النبي يقول المؤمن لا يفرك زوجته، إن شخط منها خلق رضي الآخر. في شقيقة الروح هي، وما تمشي في مسيرة الحياة مع الإنسان بخيرها وشرها، لازم يكون هاللون من التمازج اللي رسم القرآن، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. طيب خلي نلمس شنو النموذج المثالي في هالعلاقة. النموذج المثالي في هذه العلاقة فاطمة الزهراء عزيزة رسول الله، هاي النشمة اللي كان رسول الله يتنشقها، اللي إذا مر على باب دارها يوقف على باب الدار يصيح يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة أتأذنون لمحمد بالدخول؟ تطلع له تقول له أبا البيت بيتك والحرة ابنتك، يضع رأسه على رأسها يشبع رأسها لثما وتقبيلا، يقول أشم منها رائحة الجنة. هذه المرأة مهشنين اللي عاشتها مع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليها، إذا ترجع إليها تستقرئها تاريخيا تلقى البيت كان ينبض بالسعادة، يفيض بالسعادة مع ما مر به هذا البيت من آلام وما مر به من ضيق وشعاع وما وما، لكن المهم هناك شنو؟ هناك نهران من العطف والمودة يجريان معا ضمن هذا البيت. شنو شبيبي زيجة مملوءة سعادة بأطفال يملؤون البيت غبطة، الحسن والحسين يدرجان وزينب وأم كلثوم يدرجون بالبيت جميعا، والبيت مملوء غبطة على فاطمة، مملوء سعادة. وأمير المؤمنين إذا دخل إلى البيت ووقع بصره على هذا المنظر روحه رضية مأنوش مملوء عطف وحنان من هذه النشمة التي تعكس له أشارير رسول الله، تعكس له روح النبوة بالإضافة إلى ما كانت تغذقه من حنان على بيته وعلى أولادها. تعرف شلون مرت على علي بن أبي طالب ساعات عندما جلس يودعها في لحظاتها الأخيرة؟ تعرف شلون مرت عليه ساعات؟ إن في صدري وصايا تختلج أريد أن أوصيك بها. قال بلى عز والله علي يا بنت رسول الله. قالت يا أبا الحسن إذا أنا قضيت نحبي غشني بثيابي ولا تكشف عني فإني طاهرة مطهرة، يا علي لابد للرجال من النساء، إذا أردت أن تتزوج بعدي عليك بابنة أختي أمامة، إنها تكون لولدي مثلي، مع ذلك اجعل لها يوم وليلة وللحسنين يوما وليلة، لا تصح في وجهيهما لا تنهرهما، إنهما يصبحان يتيمين منكسرين بالأمس فقدا جدهما واليوم يفقدان أمهما، إلى آخر وصية. قالت وادفني ليلى إذا نامت العيون وهدأت الأصوات. أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى جانبها وهي ترفع وصاياها إليه، وأمير المؤمنين قد وضع رأسها في حجره
إلى أن فاضت روحها الطاهرة وقف أمير المؤمنين شجعها أشبل عليها الأزار والتفت إلى أبي ذر قال يا عم يا أبا ذر أعني على حملها. علي ابن أبي طالب اللي يقتلع باب خيبر تلك الباب الضخم بيد واحدة يعجز عن نقل فاطمة وهي برع صغير في عمر الورد ماتتا يقول لي أبي ذر أعني على حملها ما أستطيع أن أنقلها. شون المصاب السوبي يعني خلا ما يقدر ينهض ما يقدر يتحرك. يا عم يا أبا ذر أعني على حملها. حمل طرفا من الفراش وحمل أمير المؤمنين الطرف الآخر واستقبل قبر النبي قال السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة بجوارك والمختار لها الله سرعة اللحاق بك إلى آخر كلماته. ثم أخر إخراج الجنازة إلى بعد منتصف الليل طلعها مع المشيعين وضعها على حافة القبر. شيعها القبر هب ليل حن عليها وبجى بهدا يقلها يا ولي بالروح عقب الشمن يضال وياي جنت صحوة ايامي وعقبك غيمة دنياي وشريت الروح لا شافر ما ندري الوجه لا وين احا احا من وصل للدار وشاف مشان خالي يقلها شلون تهدى الروح ورسمك شاخص قبالي. اوصلها الى القبر التفت الى المشيعين اللي طلعوا شيعوها الثمانية ابو ذر وعمار والمجموعة قال لهم ارجعوا لا حاجة ببقائكم ما اريد بعد واحد يبقى ارجعهم. لما ارجعهم التفت الى ابي ذر قال لهم خذ بيد الحسنين لا تخلي حسن وحسين الى جانب القبر. اخذهما جلس على شفير القبر يخط الارض بانامل ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي حبيب ما عليك لا ترد جوابنا أنا جيت بغدي خلت الأحظى راعي للدنيا غتي بهالليلة الكريمة شوي نتوجه إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا نتوجه إليك بجلال وجهك
وبرحمتك التي وسعت كل شيء، وبكلماتك التامات، وبأعزائك وأحبائك محمد وآل محمد، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.